الفتن لأبي نعيم ابن حماد، الجزء الأول، الفصل رقم 7، بعنوان عدة ما يذكر من الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. الحديث رقم 222 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون بعدي من الخلفاء عدة نقباء موسى. حديث ضعيف. الحديث رقم 223 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر عزيز إلى 12 خليفة كلهم من قريش. حديث صحيح. الحديث رقم 224 عن أبي الطفيل قال: أخذ عبد الله ابن عمرو بيدي فقال: يا عامر ابن واثلة، 12 خليفة من كعب ابن لؤي ثم النقف والنقاف، لن يجتمع أمر الناس على إمام حتى تقوم الساعة. إسناده حسن. الحديث رقم 225 عن طلحة ابن عبد الله ابن عوف قال: سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ونحن عنده نفر من قريش كلنا من بني كعب ابن لؤي، فقال: سيكون منكم يا بني كعب 12 خليفة. حديث حسن. الحديث رقم 226 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم ذكروا عنده 12 خليفة ثم الأمير، فقال ابن عباس: والله إن منا بعد ذلك السفاح والمنصور والمهدي يدفعها إلى عيسى بن مريم. إسناده جيد. الحديث رقم 227 عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: يكون بعد عثمان رضي الله عنه 12 ملكا من بني أمية، قيل له خلفاء، قال: بل ملوك. إسناده ضعيف. الحديث رقم 228 عن سرج اليرموكي قال: أجد في التوراة أن هذه الأمة 12 ربيا أحدهم نبيهم، فإذا وفت العدة طغوا وبغوا ووقع بأسهم بينهم. إسناده ضعيف. الحديث رقم 229 عن أبي زياد عن كعب قال: إن الله تعالى وهب لإسماعيل عليه السلام من صلبه 12 قيما أفضلهم وخيرهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. إسناده حسن. الحديث رقم 230 عن ابن عياش قال: حدثنا الثقات من مشايخنا أن يشوعا سأل كعب عن عدة ملوك هذه الأمة فقال: أجد في التوراة 12 ربيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نلتقي بعد الفاصل مع ما يذكر من الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتظروني. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.